ملائكة بعضها من يوم خلقت ساجدة سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وإذا جاء يوم القيامة ورفعوا رؤوسهم وش يقولوا الملائكة؟ سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك، ما عبدناك. هو مخلوق الراكع وساجد، وحنا نمنع الله في خمسة فروض، نجي متأخرين ونتوضى لأقامة الصلاة ونلحق على الركعة الأخيرة وعادي ونسلم بسرعة وننقرها. يا مجنون، والله اسمحوا لي، حاجتك التي تريد أن تركض لها بعد الصلاة عند الذي استعجلت في الصلاة له. الله أكبر، تنسى دنياك، همومك، وظيفتك، زوجتك، مشاكلك، كل شيء تنساه لأنك قلت أكبر من كل شيء. أما الله أكبر والدين في راسك، ما صار دينك أكبر من ربك. الله أكبر والزواج في راسك، إذن الله أكبر حققها، أن الله أكبر من كل شيء. أنصح نفسي والمشاهدين، أي معصية تفعلها شرع لك أن تتوضأ وأن تصلي ركعتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. يقول ابن بطال رحمه الله تعالى: أفضل مجلس يجلسه الرجل والمرأة أن تجلس بعد الصلاة المكتوبة في مصلاك. قال: لأن الملائكة تستغفر لك، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، وانت جالس بعد الصلاة. إذا صليت اجلس ولو 15 دقائق. قال: من قال سبحان الله سبحان الله 10 مرات، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 10 مرات، الله أكبر الله أكبر 10 مرات، ثم دعا إلا قال الله: أجبت أجبت، أو لك كذا أو لك كذا. الروح لها سر ثاني، كل يوم ترقى فوق وترجع. نمت طلعت روحك فوق عند باريها، ترى الله قادر ما عاد يرجعها لك. عشان كذا الرسول إذا قام من النوم شو يقول؟ الحمد لله الذي أحيانا بعد